الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه ده انا اللي مصوره بنفسي على الطريق الدائري من بعد اتجاه المنيب كده وانت رايح ناحية اكتوبر. مجموعات الشباب اللي نازله بالعدد وبالكم ده على الطريق ولابسين وجاهزين ومجهزين ناس عشان تصور ومجهزين الموتوسيكلات بتاعتهم وعاملين فيها اضاءات وعاملين حاجات عشان يطلعوا يعملوا الشو ده على الطريق، دي ظاهره مجتمعيه خطيره جدا من وجهه نظري المتواضعه. الموضوع بالنسبه لي ما هوش مخالفه مروريه عاديه، ولا هو بالنسبه لي مثلا ان ما فيش تواجد امني خلى العيال دي تعمل كده، ولا ان هم ماشيين من غير نمر، لا الموضوع اكبر من كده. موضوع ان الطاقات بتاعه الشباب دي رايحه كلها في اتجاهات غلط. لما تشوف ان العيال دي باذله فعلا مجهود كبير في اللبس وفي التجهيز وفي تجهيزهم شخصيا، الحلاقه والحركات دي كلها، ومين يصور ومين يعمل ومين يركب ورا مين، تلاقي ان في فكر معمول عشان خاطر يعملوا السلوك اللي هو ممكن يوصل لمرحله التصرف الاجرامي ده، لانه بيشكلوا خطوره كبيره على الطريق، كانوا موقفين طريق كامل وفي نفس الوقت بيشكلوا خطوره على نفسهم. وكلنا طبعا عارفين اللي بيحصل في المستشفيات وفي الطوارئ وبيحصل للدكاتره لما حد من الشباب دي بيتوفى ولا بيحصل له حاجة، أهله بيروحوا يعملوا إيه؟ فالظاهرة دي لازم تتحل بطريقة غير إنك تديله مخالفة، غير إنك تسحب منه الموتوسيكل أو المكنة زي ما هو بيقول. الظاهرة دي محتاجة علاج أكبر من كده، لأنها ظاهرة مجتمعية. الشباب ده كله محتاج إعادة تأهيل فوري، ومحتاج إعادة تأهيل مدروس، يكون محطوط له منهج يشوفوا الناس دي بتعرف تعمل ايه ويتم تنمية مواهبهم فيه، يتم صقلها، يتم وضعهم في مؤسسات، ويتم وضعهم في حاجة بحيث ان هو يخرج بعد كده عنصر فعال في المجتمع وعنصر صالح. انت النهاردة هتديله مخالفة، لو عرفت تديله مخالفة لو هو مرخص الموتوسيكل ده، بعد كده هتعرف تعمل له ايه؟ ما هو بعد كده هيبتدي يصعد من حدة اللي هو بيعمله. فلازم الدولة والاجهزة المعنية تبص لهم من الحتة دي، اللي بيعمل مخالفة خطيرة من النوع ده لازم يتم إعادة تقويم مسلكه، ما ينفعش ان هو يتساب كده، ما ينفعش يتعاملوا على انه واحد عمل مخالفة بالخطأ، بيعمل مخالفة او مخالفتين في السنة، لا ده ماشي على طول بالغلط، ده اما بيمشي مظبوط بيمشي مخالف، فلازم يتم إعادة تأهيله. انا مش جهة اتخاذ قرار، انا مش جهاز من الاجهزة، ولكن انا برفع الموضوع لمن يهمه الامر ولمن يقدر ان هو يوصله للناس اللي تقدر تاخد فيه قرارات فاعلة عشان خاطر الظواهر دي تخلص، لان الظواهر دي لا هتخلص زي ما بقول لكم، لا بمخالفة ولا بعقاب مؤقت ولا حتى بعقاب رادع الا لو عقاب بقى كبير، وده مش هيحصل لان هو قانونا ما عملش الجرم اللي عليه نص في القانون يخليه يتحاسب مثلا ان هو يخش سجن او يخش مؤسسة اصلاحية من النوعية دي، واحنا مش عايزين كده، احنا بنقول نستغل الطاقات دي تتوظف في حتة كويسة. المدارس الفنية والصناعية والتجارية دورها شبه انتهى من المجتمع، رغم ان زمان كانت بيقوم عليها حاجات كتير جدا وطلعت ناس عظماء. لازم يتم إعادة الاهتمام بالحاجات دي، لازم يتم تقدير اللي بيخرج منها عشان خاطر اللي بيخرج ما يحسش ان هو بيتبص له بصة دونية. الصنايعي والفني ده شيء مهم جدا وبيقوم عليه مجتمعات، فإعادة التأهيل يا جماعة هي الحل الوحيد من وجهة نظري، وزي ما بقول لكم انا مش جهة اختصاص ولكن برفعه لجهات الاختصاص لعل وعسى يوصل لحد فيهم. ربنا يصلح احوالنا جميعا، اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.